على ان كان انطلاق الان ديال مجموع او عينات من الترتيبات الامنيه اللي اتخذتها ولايه امن مراكش بمناسبه السنه الجديده. تم تعبئه جميع الموارد البشريه والماديه لضمان مرور هذه الاحتفالات في احسن الظروف بمنظور استباقي وقائي تواصلي مع المواطنين ومع مختلف الشرائح الاجتماعية. في إطار تأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، وكما تعلمون أن مدينة مراكش هي مدينة سياحية بالدرجة الأولى، غتعرف توافد عدد كبير ديال السياح سواء المحليين والوطنيين أو الأجانب، وبالتالي فولاية أمن مراكش وفي إطار تنزيل استراتيجية الأمنية للمديرية العامة للأمن الوطني اتخذت مجموعة من التدابير الأمنية، وبصفة ممثل للمصلحة الولائية للشرطة القضائية فكذلك ندخل في هذا السياق، حيث تم تجنيد جميع العناصر والأطر الأمنية، الغاية منها هو تأمين جميع المحاور والشوارع الرئيسية، المؤسسات الفندقية، كذلك المؤسسات السياحية والساحات التي ستعرف لا محال توافد مجموعة كبيرة من السياح. وكذلك الهدف هو التواجد الفعلي بالشارع العام، نكون قريبين من المواطن حتى تمر هذه المناسبة في أحسن الأجواء. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.